مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم إفرازات تدل على عدم تلقيح البويضة. دائما ما تسأل السيدات عن علامات نجاح تلقيح البويضة، وما هي العلامات التي تدل على فشل التلقيح حتى يمكنهن التفريق بينهما؟ وتعد الإفرازات التي تتعرض لها المرأة بعد التلقيح أحد علامات نجاح أو فشل عملية التلقيح كما تعتقد الكثير من النساء. فدائماً ما تبحث المرأة عن علامات تشعر بها في جسمها أو تغيرات طرأت عليها لتتأكد من حدوث التلقيح وأنها أصبحت حاملة بالفعل. يندرج تحت قائمة علامات تلقيح البويضة شكل الإفرازات، فتلجأ المرأة لإمعان النظر في شكل الإفرازات لتتأكد من التلقيح أو من عدمه. تختلف شكل الإفرازات إذا حدث التبويض بعد التلقيح عن شكل الإفرازات في حالة عدم التبويض، فنجد أنه يحدث تغيرات في مخاطع عنق الرحم في وقت مبكر من الحمل. فعندما تصبح المرأة في فترة التبويض ولم يتم تلقيح البويضة، فإن هرمون الإستروجين ينخفض وتصبح الإفرازات أكثر جفافاً وأشد رقة. أما في حالة حدوث تخصيب البويضة، فإن شكل الإفرازات تختلف لتصبح سميكة واضحة ومستمرة، وقد يتغير لونها ليصبح لونها أبيض. يحدث هذا التغير في شكل الإفرازات نتيجة ارتفاع الهرمونات. تستمر تلك الهرمونات في الارتفاع في حالة حدوث تخصيب للبويضة، وقد تستمر لمدة 8 أسابيع. وفي حالة تخصيب البويضة وكانت الإفرازات عديمة اللون والرائحة، فإن هذا ليس بالأمر الذي يسبب القلق، ولكن في النهاية تعد الإفرازات إشارة مبكرة لمعرفة الموعد الأفضل الذي يمكن إجراء اختبار الحمل فيه. فقد تكون الإفرازات قبل التبويض وبعده متشابهة، وهنا لا يمكن للمرأة التفريق بينها، فلا تتمكن من معرفة كونها حامل أم لا. ويعد ذلك هو السبب في عدم الاعتماد على شكل الإفرازات في تحديد حدوث الحمل.